السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في روح القائد. عنواننا اليوم الثناء، هو الكلام الجميل والاعتراف بالفضل يجلب المحبة والولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الثناء المناسب واللائق حتى لأشد الناس أذى وعداوة له. لو نشوف ونقرأ سيرة القادة لوجدنا ثناءهم على الآخرين بشكل جدا متميز، هذه خصلة، ومدحهم المحمود لجميع من حولهم حتى احترام جهود الصغير منهم، هذه فعلا مهمة. مرة كنت مع أحد التجار، ما شاء الله تاجر من الإمارات معروفين، يحترم الصغير ويحترم أيضا الدكان أو المحل المنافس له، يسلم عليه يقول له كيف ربحك اليوم، تحب مساعدة، يشكره، يقول كل ما حسنت بضاعتك كل ما تخليني أنا أقدم أفضل. فكان ثناءه على حتى جيرانه علمني فعلا الثناء. وتجربة ثانية أذكر في منتصف التسعينات، يعني طفل قال لي أنا شفتك في برنامج ومهرجان بيئي، أبغيك تفهمني شو البيئة. نزلت له وقلت له، أول شيء ابتسم، قلت له البيئة مكونة من مجموعة حروف، خلني أنا بختصر لك إياها، الباء بحر، والياء يابسة، والهمزة والتاء ضيف عليها حرف راء تصير رئة معناتها هواء، عرفت شو معنات البيئة؟ قال وايد سهلة، في المدرسة ما علموني كذي. قلت له إن شاء الله بيكون لك شأن عظيم، بتكون قائد وقائد بيئي. مرت الأيام واتصل بي مرة وقال لي أنا حصلت الدكتوراه في التخصص البيئي. من هذاك اليوم ما نسيت هالكلام. إذا الثناء يلعب دور يا جماعة، للصغير وللكبير، للمرأة وللرجل. لا يشكر الله من لم يشكر الناس. نلتقي، مع السلامة.